مش معقول. يعني أنا دريت موضوع الإنترنت وقت الريسبشن، بس هيدا الشيء ما بينسكت عنه أبداً. هيدا اسمه شروع بالقتل، لازم نبلغ الشرطة فوراً. معقولة عم تسمم رفيقتها وهي عم تهمها إنه عم تقدم لها علاج؟ إيه تماماً، هذا بالضبط اللي كانت عم تعمله، عم بتسممني. هيدي لازم تتوقف عن العمل فوراً. أكيد، مشان هيك أنا أجيت لخبرك بنفسي. خير مستر. أهلين روان، أنت شو عم تعملي هون؟ عملت لك اللي بدك اياه، شو بعبدتك؟ دكتورة، أنت مفصولة من الشغل عنا، وأنا رح بلغ وزارة الصحة عن يلي صار. هيدي اسمها جريمة. مستر عماد، هيدي وحدة كذابة، هي عم تتبلى علي بس لأني أخذت الشغل مطرحها. كل شيء واضح بالتحليل يلي قدامي. شو بدك مني ألمى السيد؟ مش على أساس ما رح تخبري حدا؟ مش على أساس إذا عملت لك اللي بدك إياه بتسكتي؟ روان، أنا دكتورة، دكتورة وحالفة يمين، وأكيد ما رح خاطر بأرواح الناس وأتركها بين إيديكي. ولو كنت بتعرفيني مظبوط كنت بتتأكدي إنه أنا مستحيل أسكت. أنت وحدة واطية. لك الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. بدك ترويها شوي ولا رح اضطر اتصل بالسكيورتي؟